حكم في سورة أهل الكهف سنقرأها يوم الجمعة. الآية من بعد الأخرى لما تسطع معها صبرا. لا تسأل عن شيء حتى يحدث ربك عنه ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في عدد جديد من سلسلتكم أنوار الكهف. ونواصل في هذا العدد كلامنا عن التعقيب عن قصة أصحاب الكهف، حيث ذكرنا في العدد الماضي أن في التعقيب عن قصة أصحاب الكهف ذكر من الله تبارك وتعالى لأسباب الثبات زمن الفتن، وهما سببان أساسيان: أولهما التمسك بالوحي بقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. والسبب الثاني هو التزام صحبة الصالحين وصبر النفس مع الأخيار والصالحين الذين يذكرونك إذا غفلت، ويعلمونك إذا جهلت، ويعينونك إن عجزت. هؤلاء الصالحون يسير معهم العبد الصالح في طريقه إلى مرضاة رب العالمين، في قول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم تحذير من الله تبارك وتعالى من اتباع الغافلين اللاهين اللاعبين الساهين الذين ليس لهم سلوك يرضي ربنا تبارك وتعالى ولا التزام بدين الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك أيها المؤمن أن تطيع هؤلاء الغافلين الساهين اللاهين اللاعبين في زمن أنت أحوج ما تكون للجد والالتزام والعمل والاجتهاد. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فكانت نتيجة غفلة قلبه واتباعه لهواه أن أمره كان فرطا، انفرط عليه أمره ولم يستطع أن يتدارك ما فاته ولا أن يرجع إلى صراط ربه المستقيم. إذن بعد هذه الأسباب من أسباب الثبات، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مذكرا إياه بواجبه باعتباره رسولا من رب العالمين، قال له: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بواجبه، وهو تبليغ الرسالة، كما قال الله له في آية أخرى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. فواجب الرسول هو تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى لكل من كلفه الله بتبليغهم، لذلك قال له: وقل الحق من ربكم. وهذه العبارة فيها نوع من الثبات والقوة والعزيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تحيلنا إلى قوة أصحاب الكهف وثباتهم وعزيمتهم، إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت كذلك يا محمد، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذه إشارة أيها الأحباب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول
غير مسؤول عن استجابة الناس لدعوته واهتدائهم إلى صراط الله المستقيم، إنما عمله تبليغ الرسالة وحسب. والهداية على الله، والنتائج على الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون كل أصحاب دعوة خير ودعوة تغيير عليهم أن يعملوا وأن يبلغوا وأن يحاولوا الوصول إلى كل أهدافهم. أما النتائج فليست من مسؤولياتهم، إنما هي على الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقل الحق من ربكم، ثم قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه أيها الأحباب مسؤولية كبرى في حمل الأمانة من الناس، أمانة عبادة الله وقبول الرسالات والاستجابة إلى دعوة الرسل. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هذه المشيئة وهذه الحرية ينبغي أن يعلم الناس معها أن لهم مصيرا إلى ربهم تبارك وتعالى، وأنهم يتحملون مسؤولية أعمالهم. من آمنوا فلهم جزاء الحسنى ولهم الجنة والرضوان، ومن كفروا فلهم النار والجحيم والعذاب والخسار، ولا ينفعهم في ذلك الوقت ندم ولا حسرة. لذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها ليبين مصير الفريقين: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أعتدنا، أعد الله عز وجل للظالمين المشركين الكافرين نارا تلظى، نارا ذات لهب، نارا سوداء مظلمة، كلها عذاب، كلها ألم، كلها أذى. من دخلها فإنه لا يموت ولا يحيا، كما قال الله عز وجل: لا يموت فيها ولا يحيا. وكما قال الله عز وجل: يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فالذي دخل النار فإنه لا يموت فيها فيستريح، ولا يحيا فيها حياة يتنعم بها. فأي حال هذه أيها الأحباب التي صاحبها لا هو بميت مستريح ولا هو بحي متنعم؟ إنها حال لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هو الجدار، هو الحائط، هو الذي يحيط. فسرادق جهنم ليس من حجر ولا من إسمنت، إنما سرادق جهنم، سور جهنم، هو من عذاب ومن ألم ومن أذى يحيط بأصحاب جهنم. أسأل الله السلامة والعافية لي ولكم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فيستغيثون، يجوعون، يعطشون، يستغيثون، يطلبون الغوث والمدد، يطلبون النجاة، فيغاثون، فيستجاب لاستغاثتهم. ولكن أيها الأحباب، يغاثوا بماء كالمهل. المهل هو الزيت الذي غلي حتى وصل إلى منتهاه في الغلي، أو هو الحديد المذاب والرصاص المذاب الذي وصل إلى منتهى الذوبان. يستغيثون فيغاثون بماء إذا قربوه إلى وجوههم شوى وجوههم وسقطت فروة وجلدة وجوههم فيه. يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ما أقبحه من ماء، بئس الشراب، بئس ذلك الشراب، إنه شراب بئيس، بل هو أبأس شراب يغاث به ابن آدم. بئس الشراب هو، وساءت جهنم مرتفقا.
وساءت مرتفقا أي مجتمعا. ثم يبين الله عز وجل مصير الأخيار الصالحين الأطهار: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. عملهم وسعيهم لا يضيع، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن لا يضيع أجره عند ربه تبارك وتعالى. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أولئك المؤمنون الذين ساروا على نهج الرسل واتبعوا رسالات ربهم واستجابوا لدعوة رسله لهم عند الله عز وجل جنات عدن، جنات إقامة، جنات فيها الرغد والعيش الرغيد الكريم، جنات عدن أي جنات إقامة طيبة ومقام كريم عند ربهم تبارك وتعالى. تجري من تحتهم الأنهار يتنعمون فيها بالأنهار، أنهار الماء واللبن والخمر، أنهار كل الشراب الذي يريدونه ويحبونه، ويحلون بالأساور من الذهب ويلبسون الثياب من الحرير بنوعيه الرقيق الشفاف والغليظ المرصع بالجواهر. نعم الثواب، ما أنعمه من ثواب، ما أحسنه من جزاء. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إذن هذان مصيران لفريقين من الناس: فريق عاند الرسل وكفر فمصيره جهنم والعذاب، وفريق استجاب للرسل وآمن فمصيره الثواب الجزيل والحسن والنعيم من الله تبارك وتعالى. ليكون هذه أو لتكون هذه إشارة من الله عز وجل لما سيأتي بعدها من الآيات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة ونعيمها ورغدها، وأن يعيذني وإياكم من النار وجحيمها وعذابها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم في سورة أهل الكهف سنقرأها يوم الجمعة، الآية من بعد الأخرى لما تسطع معها صبرا. لا تسأل عن شيء حتى يحدث ربك عنه ذكرا.